والله كيف الحال؟ ان شاء الله تكون بخير يا رب. من المفروض اليوم ينزل مقطع عن اعدادات الحساسيه، بس للاسف ما راح اقدر اخلص المقطع اليوم. عشان هيك جبت لكم كتعويض بسيط رابط من الشركه، لما تدخلوا عليه راح تقدروا تحصلوا على سكن، يعني سكن حلو لسلاح الكي 24 باسم ساكورا، وسكن بصراحه اجمل سكن نزل لهذا السلاح. على كل حال طريقه الحصول على السكن بسيطه، راح تعمل كالتالي: راح اترك لكم رابط تسجيل تدخل عليه في وصف الفيديو. راح تدخل عليه راح يكون في عندك 3 حقول فارغة. أول حقل مطلوب منك تنسخ رقم التعريف لحسابك أو الاي دي في اللعبة. اللي ما بعرف منو بتجيب الرمز أو الاي دي، بسيطة ادخل على حسابك في اللعبة وادخل على ملفك الشخصي، تحت صورتك بيكون في رقم يعني أو رمز بكون من 19 رقم، هذا هو الاي دي. بيكون في جنبه علامة صغيرة تضغط عليها وهيك بتكون نسخته. في الحقل الثاني راح يطلب منك كود استرداد، اللي هو عشان يعني تقدر تستلم السكن. هذا الكود راح اترك لكم اياه تحت رابط الموقع اللي حكيت لكم عنه في وصف الفيديو كمان. واخر شيء مطلوب منك كتابة الرمز اللي موجود في الحقل الثالث، مثلا هسه ظاهر عندي الرمز 6199، اكتبه وراح يعني واضغط على الزر الاصفر ومبروك عليك السكن. طبعا الرمز راح يختلف من واحد لواحد. على كل حال بترجع بتدخل على حسابك في اللعبة وعلى البريد او على علامة الرسائل، وراح يكون وصلك برسالة ان شاء الله وتستلمه من هناك، ويعني مبروك عليك السكن. طبعا في حال كان عندك مشكلة حاول اكثر من مرة، لانه في مشكلة حالية يعني كانت في الرمز او في عفوا في الرابط كان في مشكلة، ان شاء الله انحلت. وبالمناسبة يعني عملت حساب جديد على انستغرام غير الحساب القديم، راح اترك لكم رابط الحساب او اليوزر في الوصف، يعني لو في حدا بيحب يتابعني اهلا وسهلا، بتشرف فيكم كلكم والله اخواني. لا تنسوا تعملوا لايك للمقطع واحكوا لي لو اخذتوا السكن واللي بعدكم، واشتركوا في القناه وتاكدوا انكم مفعلين زر الجرس عشان بكره في مقطع خرافي مهم جدا لازم تشوفوه. يلا سلام. Money coming through the doorway, got a bad bitch.